السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ينور دروبكم، الله يشرح صدوركم، الله يسعدكم دنيا وآخرة. أسأله وأرجي. يا زمان العجائب وش بعد ما ظهر، كل ما قلت هانت جد علم جديد، إن حكينا ندمنا وإن سكتنا قهر. أنا أشهد بالله أنه صدق، كل يوم كل أسبوع كل شهر وأنت تنصدم بأشياء ما يعلم بها إلا الله في وسائل التواصل الاجتماعي، في الوات، في الصحف، في مدري الشو، صدمات في الأخلاق، في الحياة، في الذوق العام، في القيم، في السلوكيات، والتساؤل إيش السبب؟ ما تدري. تدخل مستشفيات، تدخل الأسواق، المراكز العامة، الأماكن العامة، الحدائق، الممشى، كافيهات، المطاعم، الشوارع مع السواقين، والتساؤل سؤال واحد، سؤال واحد فقط، أين الحياة؟ رجال أو نساء؟ تصرفات عجيبة جدا، لبس والله انك تخجل انك توصفها لأحد فضلا عنك الطالع، اللي ترفع يدها ويبان كل شيء، واللي عبايتها مفكوكة، واللي نقابها مع دلاف امها ما سترتها، كل شيء باين، دنقت بان وجهها، قالت كذا بان صدرها، ما ادري شيء. سامحوني على الكلمات، لكن والله انه واقع نشوفه كلنا، نشوفه رجال ونساء. والتساءل ايضا سؤال اخر، فين الاسرة؟ فين الاب؟ فين الام؟ كلهم سكوت، ساكتين على إيش؟ ما تشوفون بأولادكم، ما تشوفون بناتكم؟ الأم لبس ما شاء الله والبنات الله بالخير، الأب بسم الله والأولاد ليه؟ ما أعمم، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، لكن والله إنه ملفت، ملفت جدا للانتباه في كل مكان وأنتم تحكمون. الأب الأم يشوفون الطير في السماء، بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا حكمة لا كلام، لكن ما في أي سلطة أبدا على الأبناء والبنات. ليه؟ ما أدري. مقاطع الرقص، مقاطع الكلام، مقاطع الغزل، مقاطع استهجان الأخلاق والاعتداء على البنات والطقطقة ومطاردتهم وتصوير الحشيش والمسكرات والرقص داخل السيارات وخارج السيارات وفي الشقق وعلى الشواطئ. غير الشمائل للفتاة حياؤها، وكذا الفتى بحيائه يزدان، وركاز أخلاق الورى وأساسها خلق الحياء دعا له الإيمان. اللي يضبط التصرفات والسلوكيات والأخلاقيات اللي يضبطها صحيح هو التدين، العبادة بينك وبين الله، والأخلاق بينك وبين العباد والناس والمجتمع. ولذلك أخلاقك وتعاملاتك مع الناس دليل على تدينك الصح، تدينك رث. أخلاقك وسلوكياتك وحيائك غلط في غلط إلا من رحم الله. فالواحد يتق الله عز وجل في نفسه، يكون عبادته بينه وبين الله وتدينه على أساس متين، عشان تظهر على سلوكياته وعلى تصرفاته وعلى تعاملاته مع المجتمع. المشكلة طحنا في مجتمع بعضهم ما عنده حواجز ولا عنده خط أحمر، كل شيء مسموح، حرام حلال عيب منقود ما هم، أهم شيء أنا مبسوط أنا مقتنع، حتى لو الله ما يبغى هذا شيء عادي. واحد من الأقارب رحمة الله عليه جاء عند جدي رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين، يقول والله لي 7 أخوات والله ما شفت شعر وحده منهم طول حياته، شايب مات عمره في 90، يقول إلا وحده مرة دنقت فقالت شيلت هكذا، قالت بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا يعرينا. طيب ما هي متعلمة ولا تقرأ ولا تكتب، لكن إيش اللي ضبط السلوك؟ تدين وحياء. النبي عليه الصلاة والسلام وصف موسى وصف عجيب، قال كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء حياء من الله. هو رجل تعالى قلها البعض خليفة الله هني، والله ما ضاقوا في حد ولا ضاقوا في خلق الله، ولا حياء ولا دين يردهم ولا يقولون للرعد يا كريم. بنتين يرعون إبل ويبغون يسقون، تعبانات، ثياب رعي، وطلعه نزله في الصحراء والفيافي في كل مكان، ومع ذلك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فتاتين اللي قابلوا موسى يريدون أن يسقيان، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وذوليه أخروا في الصرافة وفي الكفي وفي المطعم، الله ما ضاقت في أطلق شنب، ما دامها موجودة ما عندها في خلق الله. الجهات الرسمية عليها كفل من التوجيه والإرشاد والضبط، ويقومون بدورهم جزاهم الله خير، لكن نطمع في الأكثر. المجتمع ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتناصح فيما بينهم، خاصة النساء، انصحوا بعضكم، تناصحوا فيما بينكم، وجهوا أخواتكم، وجهوا بناتكم، وجهوا زميلاتكم، كل وحدة تقول كلمة خير. أيضا الشباب، الآباء،
الأمهات، المدرسة، العلماء، الخطباء، المؤثرين، المشاهير، كل مسؤول أمام الله تستطيع تقدم كلمة، توجيه، سنابة، خطبة، موعظة، نصيحة، حتى لو ما أنت على قولتهم بدقنوا ما هو لازم، أنت مسلم تتق الله عز وجل قدم نصيحة، حتى لو أنت شاب قدام شابة يا أختي اتق الله، تستري، خلها تقول لي، تقول اضرب طريقك، قول النصيحة وبس. يحفظ علينا ديننا وأخلاقنا وحياءنا ويصلحنا وأنفسنا وأبنائنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات جميعا، استودعكم الله، سامحوني على الإطالة.